مرحبا شباب، اليوم بنحل هالسؤال. بيكون array، سؤال عن ال array. يقول لي write a program that read 30 double values represent temperature value in one month. تمام، ان array يقرأ الحرارة temperature حق شهر، وكل index بيعتبر عن يوم. تمام، بعدين يقول لي compute and display the average minimum and maximum temperature. تمام، فأول شيء لازم ناخذ القراءة، نعرف لنا array. زين، بعدين ناخذ ال average وأصغر رقم، يعني في أي يوم كان أصغر رقم أو أصغر قيمة حق ال temperature والماكسيمم. تمام، اذا السؤال بهالطريقه شلون نحله. اول شيء اذا قال لي ريد، شنو يجي في بالي؟ دايركت يجي في بالي سكانر. تمام، فانا برست لي كلاس سميته ديمو، لان شغلنا بيكون في المين، ما طلب مني اني اكتب في كلاس وكذي، فبيكون كله في المين. زين، ما حدد لي شنو يبغي اسم ال اسم الاري، فاقدر اختار اللي ابغيه، ما في مشكله. فخلنا نقول بسمي الاري مالي temp. فشنو بيكون نوعيته؟ بيكون نوعيته double. ليش؟ لانه قال لي double، وثاني شيء temperature يكون فيه ارقام كسور، فبيكون double. زين، فبكتب temp. زين، بيكون نوعيته double، فبخلي اول شيء double، بعدين temp، وبفتح square bracket اللي هو الشكل المربع، بعدين يساوي new، بعدين مرة ثانية double، والعدد حدد لي إياه، قال لي 30، يبغي يكون طول الأري 30. فهاي أول شغلة سويناها، اللي هي حددنا الأري، عطيناه اسم وعطيناه الطول. فالحين نحتاج نبرزه عشان الـ import java.util_scanner. تمام، علشان يكون واضح انه لازم يقرأ، فخلنا نقول enter 30 value. تمام، بعدين شنو بنسوي؟ لازم نحتاج loop for integer i يساوي صفر. ليش؟ لان اول index عندي دائما شنو بيكون؟ بيكون صفر. زين، بعدين i اصغر من temp اسم الاري دوت length، علشان يكون الكود دايناميك. بعدين i بلس بلس، هاي اللوب مالي بيكون. خلينا نفتح له بريسي، لان بنحتاج نخلي فيه اكواد. زين، خلينا نقول for بس عشان نعرف. تمام، كتبنا اللوب. فالحين شنو نحتاج؟ بنختصر من مكان نخلي variable يقرا، فنخلي direct يقرا في وين؟ في الاري. بنقول له array، او بنقول له temp. زين، نعطي location، لان احنا نبغي يقرا من صفر الى 30. فشنو بنخلي؟ بنخلي i، علشان يصير صفر بعدين واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة، لان الصفر هني بيدخل بيطلع من اللوب بيزيد، فكل ماله يتغير قيمة الاي. تمام، فبنقول له equal. equal شنو؟ لازم نسوي object حق السكانر. زين، بنسوي له object هني سكانر، خلنا نسميه read new scanner. نخلي system dot n. نقول له هني read dot next. شنو next؟ double، لأن ال variable مالنا بيكون double. فبهالطريقة بيصير القراءة، لأن العدد 30 وايد، فخلنا نخلي 5، ولكن تقدرون بعدين تراجعونه إلى رقم 30. فخلوا أحط هنا comment for testing
ويكيب array size 5 تمام، بس عشان التست وشوفوا ما احتاجت اغيره هني مره ثانيه. ليش؟ لانه دايناميك. فبنشيك الحين زين، مثل المسج كان نفسه 30 بس مو مشكله، خلينا نحط 15. فالبرنامج مالي شغال الحين، باقي بس اسوي الافرج والماكسيموم والمينيموم. خلينا نفكر شلون لازم نحل هالمشكله. نرجع حق هني، خلينا نقول هالاري ماله زين، وخلينا نحط ارقام عبطيه اي شيء زين، بس عشان نعرف او نقدر نقارن. خلينا نقول هني 10 20 30 مثلا وكذي زين. خلي بس نركز على هالثلاثة أرقام علشان نقدر نعرف القضية. أول شيء الأفرج، شلون معادلة الأفرج؟ مثل ما نعرف الأفرج مفترض جمع القيم وقسمتهم على عددهم، يعني أفرج إيكوال جمع ذلين 10 زائد 20 زائد 30 على عددهم اللي هو كم؟ 3. فخلها أحط بس أقواس عشان الفكرة توضح تمام. شلون بسوي في البرنامج؟ مفترض أول شيء شنو؟ عندي لوب أوريدي صح؟ زين، هاللوب شنو مفترض أسوي؟ في كل فترة يجمع العدد، يعني في أول مرة ياخذ هالعشرة خليه عنده، بعدين يجمع عليه 20، بعدين يجمع عليه 30 تمام. فعلشان يطلع الافرج زين، شلون بيجمع؟ نقدر طريقه سهله نسوي له مكان خاص في الميموري او فيريبل نسميه سم ونخليه يساوي صفر تمام. وكل ما يدخل اللوب او كل فتره، لان كل اندكس مثلا يعتبر فتره بروحه زين، فتره صفر او خلينا نقول position 0 بعدين position 1 position 2، فكل position يجمع على السم تمام. فعلشان نسوي هالخطوة شنو بنقول له؟ بنقول له السم plus واحنا داخل اللوب plus equal اختصار list i. لان ليش؟ ما نقدر نخلي رقم، اذا خلينا الرقم بس بيجمع من مثلا اندكس 0 وهاي ما استفدنا شيء. فاحنا نبغيهم يجمع اندكس 0 واندكس 1 واندكس 2. متى بيصير 0 متى بيصير 1؟ في كل واحد له فتره. اول شيء الاي بيكون 0 بعدين 1 بعدين 2، فمن كذا خلينا اي تمام. هاي حق اللي ما يعرفون شنو معنات سام بلس ايكوال، هاي بالضبط نفسها نفس هاي sum equal sum plus list تمام. ولكن هاي اختصار، من مكان نكتب اثنين السام كتبناه مرة واحدة، كنا شنو؟ كنا شلنا اللي يساوي خليناه هني وشلنا سام واحدة منهم وبس تمام. فخلنا نجرب هل بيشتغل عندنا عدل، هل بيجمع لنا القيم صح يعني صح. خلينا نشوف هاللوب مالنا، نقدر نخلي في لوب ثاني ونقدر نخلي في نفس اللوب. خلينا نشوف، خلينا اول شيء نخلي في لوب ثاني. اوكي هاللوب مفترض الحين عندي ارقام زين، فشنو بسوي؟ هني برجع مثلا اقدر اخلي الفيريبل سام هني هني اي مكان، ولكن دائما يفضل انه شنو؟ انه اخليه فوق علشان ما يعني اذا بعدل او بشيله ما اضيع وين حطيت الفيريبل، كلهم حطيتهم في مكان واحد زين. فاخليه فوق زين، اقول له انتجر او دبل، لان هاي بيكون دبل القيم، او نقدر نخلي فاصله هني زين، نقول له سام ايكوال زيرو تمام. فخلينا هنا سام
بني في اللوب الثاني بنقول له شنو؟ بنقول له sum plus equal شنو list أو temp temp i. زين آخر شيء نبغي شنو يطبع لنا قيمة السام، فنقول له اطبع لنا السام equal نقول له السام. تمام، بخلي الأرقام بهالشكل 10 20 30 40 50. تمام، خلينا نحسبهم بالكالكوليتر قبل ما نبدي. قلنا 10 زائد 20 زائد 30 زائد 40 زائد 50. تشوف هاي 5 أرقام، إيه 5 أرقام. تمام، 150، فمفترض يعطيني 150. خلينا نشوف الحين نشغل البرنامج ونعطيه القيم. كل 10 كم أعطاني؟ أعطاني 150، يعني المعادلة مالتي صحيحة. هل أحتاج أخلي السام في لوب بروحه؟ هل أقدر أشيله مثلا وأخليه هني؟ الجواب إنه أقدر، والأفضل إنه شنو الأشياء اللي أقدر أخليهم في لوب واحد ما أحتاج أفتح لوب ثاني، بصير أبسط حق القراءة، وإذا صار خلل أقدر بسرعة أصلحه. فخلينا نجرب هل بيكون نفس الناتج أو لا. تمام، نفس الناتج ما فرق شيء. تمام، ولكن الحين نبي نطلع الافرج. اوكي، احنا طلعنا 50، زين الافرج مالهم على كم؟ على 5. الحين نقسمه على 5 نشوف كم يعطينا. اعطانا 30. زين هل اقدر اخلي القسمه الافرج داخل هني داخل اللوب؟ ما اقدر، لان ليش؟ لازم انتظر اللوب يخلص يجمع لي كل الارقام بعدين يعطيني الافرج. الافرج مالنا شلون بيكون؟ بنسوي variable average، والافرج اكيد بيكون دبل، فبنخلي فاصلة. زين average خلينا نحط هنا equal 0 حق التعريف. تقدرون مثلا تعرفون هنا دايركت، تقدرون تعرفونه فوق على راحتكم، كل واحد. زين فبعدين بيقول له هنا average average equal sum قسمة كم؟ قسمة عددهم. علشان يكون الكود مالي دايناميك ما بخلي أرقام، باخذ طول الليست نفسه، فبقول له temp dot length. تمام، فهني بطلع الأفرج. مفترض الأفرج كم يطلع لي؟ 30 مثل ما حسبنا. تمام، على فكرة الكالكوليتر هو يعتبر كأنه كمبيوتر صغير وياي، فوايد مهم يكون وياي دائما إذا أبي أشيك معادلاتي. وبعدين بنقول له system dot out زين average تمام، والحين ندخل نفس القيم ونشيك. مثل ما شفنا السام 150 والافرج 30، فاحنا كذي حلينا مشكلة الافرج وخلاص قدرنا نحلها. زين بالنسبة حق السام ما بنحتاجه لأنه ما طلب منه، فنقدر نمسحه، بس مجرد عشان نشوف الشيء انه كم صار، وإذا صار خلل نستخدم هالطريقة نشوف السام كم صار، الافرج كم صار، ونحسبه بالكالكوليتر، وعقب نسوي البرنامج. ودائما نسوي البرنامج على الكومبايلر، لا تسوونه على ورق لأن ما تقدرون تتأكدون من الحل. إذن الحين نرجع حق الماكسيموم والمينيموم. إذن خلى أول شيء نروح حق الماكسيموم. خلى نقول إن هاي الأري مالي زين في أرقام وايد، فأنا بس بختار 3 علشان توصل الفكرة.
خلينا نقول هني عندي 10 20 30، تمام. فعلشان أعرف القيم عندي طريقتين، في طريقة إن شنو أخذ أول فيريبل زين وسيفه وأقارن فيه مع الثاني والثالث، تمام. فأنتوا أوريدي الفكرة في بالكم إن لازم أقارن، فعلشان أقارن بستخدم شنو؟ طبعا إف 100%، تمام. ما حد أعتقد عنده خلاف إنه بيستخدم إف، تمام. إذن الإف شنو بنخلي فيه؟ بنخلي مقارنة بين الأولي والثاني. مثلا خلينا نقول إن عندي قيمة الأولي قارنتها بقيمة الثاني، إذن مثلا 10، زين. بعدين أتشيك هل أكبر من 20، زين. مفترض شنو يعطيني؟ يعطيني فولس، تمام. هاي المبدأ الفكرة، زين. ولكن احنا ما نقدر نحط أرقام، لأن ليش؟ احنا نبي يشيك الليست كامل، فأحسن طريقة إن شنو نحط فيريبل، تمام. فشلون نخلي فيريبل؟ نقدر نستخدم نسيف الفيريبل هاي، مثلا العشرة هاي نسيفها، نقول ان مثلا first، خلينا نقول first number، زين. variable اسمه first number يساوي temp وهو اسم ال array index صفر، تمام. هاي اول طريقة، اوكي. هالطريقة بنسويها first number اوكي، خلينا قيمة العشرة داخلها، زين. ورحنا تحت، الحين بنحط الكونديشن. الكونديشن شنو؟ احنا قلنا حطينا اول رقم، تمام. فاذا حصلنا رقم اكبر منه، مفترض شنو؟ هالرقم يتغير، اللي هو first number او first num، زين. فشنو؟ فبنخلي الكونديشن عكسي، يعني مثلا انا ابغي الاكبر، زين، فبخليه حق الفيرست نمبر اصغر، تمام. ليش؟ لان في حاله حصلت اكبر من القيمه اللي عندي، زين، مفترض شنو؟ يتغير الى شنو؟ الى يعني قيمه العشره تتغير، تتسيف في الفيرست نمبر، تمام. زين، فهني شنو بخليه؟ بخلي لي temp اسم الاري، وما اقدر اخلي ارقام، لان ليش؟ لازم اخلي اندكس، لازم اخلي اي، اوكي، لان كل مره بيتغير الفتره مالتي. زين، فاحنا متفقين ان نحتاج اف، وما دام خليت اي فاكيد بحتاج شنو؟ بحتاج لوب. فبس عشان التوضيح، بيكون هاي في لوب، اللوب مالنا بيكون نوعيته فور، خلينا نحط اي بس عشان نعرف الاي جت من اللوب. اذا فالحين خلينا الاف، مفترض شنو يصير في حالة التم؟ يعني مثلا 20 في اول مرحلة، التم في اول مرحلة صفر وصفر، اذا فا اوكي بيطوف. في ثاني مرحلة اذا العشرين بتكون اكبر من العشرة، زين. في هالمرحلة المفترض شنو يصير؟ ال first number لازم يتغير، زين. فشنو يصير؟ المفترض يصير نفس قيمة ال temp، تمام. first num equal شنو؟ temp equal i، تمام. فكذي يتغير، صار له update. ف خلنا شو اسمه نرتب الخطوات، نقول شنو؟ أول شيء عرفنا قيمة، زين. خلينا نقول تعريف، أوكي. بعدين هني تشيك اللي هو فحص، وخلينا بكتبه بعد بالإنجليزي علشان الفكرة تكون واضحة، اوكي.
آخر واحد بيكون شنو؟ أبديت، تحديث. أوكي، على هالمبدأ أنا شو اسمه أمشي حق الماكسيمم والمينيمم. تمام، هالالجوريثم زين، ولكن شنو مشكلته؟ مشكلته يعطيني معلومة واحدة. خلينا نقول ان انا ابغي اكبر قيمة وابي البوزيشن ماله، هل اقدر اطلع هالمعلومتين من هالالجوريثم؟ لا. فالافضل شنو؟ اسوي لي الجوريثم ثاني زين نفس الطريقة، التحديث والتعريف هاي ما بيتغيرون، لكن شنو اعتمد هالمرة؟ اعتمد على الاندكسات، على الاندكس اللي فوق، لان اذا اعتمدت على الاندكسات بقدر ادش داخل واخذ القيم. شلون؟ خلينا نشوف. مثلا بسمي هني، خلي هالمرة نختار ماكسيمم، نقول له ماكس اندكس اول خانة بناخذها شنو بتكون؟ بتكون صفر. نقدر نخلي واحد بعد، ما في مشكلة، بس خلينا نحط صفر احتياطا. زين، هاي شنو التعريف، عرفنا الخانة الأولى. الخانة الثانية، الخطوة الثانية أكيد بيكون لوب، داخل لوب يعني، وفور اي نفس الشيء. بعدين التشيك، خلينا نشوف التشيك مالنا شلون بيكون. الاف خب بيكون اف، ما بيتغير. لكن شنو بنخلي داخله؟ هاي اللي بيفرق، لان احنا نبغي معلومتين اثنين، وهاي الافضل يعني بالنسبه حق جافا 2. ان شنو بكتب؟ بستخدم الاري نفسه، يعني بقول له temp واقول له temp زين index نفس العلامة أصغر من temp index. خب هني ثابت بيكون i أكيد، ولكن شنو بيكون في الأول واحد؟ شنو بيكون في أول واحد؟ في أول واحد بيكون max index. تمام، سوري ما قاعد شو اسمه يضبط، ولكن اعتقد فهمت الفكره. هني اف، وهنا خليني التمب، وخليني الاندكس هني زين ماكس اندكس، وخليني التمب اي. هني بيكون عندي معلومتين. بعدين شنو بنقول له؟ بنقول له حق الابديت، بنسوي ابديت حق شنو؟ حق الاندكس. بنقول له ماكس اندكس equal i وانتهينا. تمام، هاي حق نسبة حق الماكس. حق المينيمم بيكون نفس الخطوات، ولكن شنو اللي بيفرق؟ العلامة اللي بتفرق. زين، من مكان هنا يكون أصغر بيكون أكبر ذاك الصوت، لأن إيش إحنا ندور الأصغر، لكن هنا قاعد ندور الأكبر. فشنو قلنا؟ في حالة التمب اي كان أكبر. تمام، زين، فخلنا نرجع حق الكومبايلر ونشوف، نكتب الكود عملي ونشوف هل صح اللي سويناه او لا. مفترض الحين بالارقام اللي اخترناهم اللي هو 10 20 30 40 50 يطلع لنا اكبر واحد 50. تمام، فخلنا نسوي لوب، لنا لوب ثاني. ونسوي نفس الخطوات. اول شيء شنو احتاج؟ احتاج تعريف. تمام، التعريف اللي هو شنو؟ بيكون انتجر، نقول له ماكس ايكوال صفر، لان اول اندكس بناخذ صفر، وما يصير يكون دبل الاندكسات، بيكون دائما انتجر. زين، وعلشان المين خلينا نكتبهم من الحين. تمام، كتبنا ماكس ومين. زين، بنروح حق اللوب هني، شنو بنحط؟ بنحط التشيك. زين، اللي هو شنو؟ temp اول واحد بيكون ماكس، زين اصغر من temp
اي. إذن شنو يصير؟ يصير له ابديت، يصير ماكس ايكوال اي. تمام، ف كذي بيصير له ابديت. خلينا نشغل الكومبايلر ونشوف. مفترض يعطيني الماكس قيمة شنو؟ الاندكس اللي هو اكبر واحد. زين، طيب نقول له system.out. اول شيء بنخلي الماكس ونقول له ماكس، بعدين بنقول له system.out max value. خلينا نقول زائد شنو بيكون هني؟ بيكون temp، لأن شنو بندخل داخل ال array ونطلع القيم. اوكي، ف بنشوف الحين. خلينا نشوف، أعطاني 50 اللي هو إندكس 4 بالضبط، نفس اللي أبغيه. تمام، هلا بس نعدل هنا نخليه يساوي عشان يضبط. إذا ما دام سويت الماكس صح، فأكيد أكيد المين مالي بيكون بعد صح، فنقدر بعد نسوي لوب وشنو من مكان المين الماكس آخذ المينيموم. زين، فمثل ما قلنا اول خطوه تعريف، اوريدي عرفناه صفر، وهني نكتب من. زين، ونغير الاشاره من اصغر الى اكبر. تمام، ونخلي هني مكان الماكس نخلي من. تمام، ونفس الشيء اطبعهم، هني نقول له من نخلي القيمة هني ومن، ونشيك البرنامج الحين نفس القيم. خلو بخليهم في سطر واحد عشان تقدرون تشوفون. مثل ما تشوفون قال لي أكبر واحد بإندكس 4 و50 قيمته، وأصغر واحد في إندكس 0. تمام، حتى لو كتبتهم بالعكس، خلينا نكتبهم الحين بالعكس ونشوف هل بيصيد لي او لا. نفس الطريقه، ان اكبر واحد في اندكس 0 واصغر واحد في اندكس 4. هل احتاج لوب منفصل علشان المين والماكسيمم؟ لا، نقدر دايركت نشيل هاي ونخلي في اللوب الاساسي مالنا، فكل العمليات صايره في لوب واحد. زين، وحلينا البروجرام طريقة بروفيشنال وسهلة وبسيطة بدون تعقيد، عرفنا شلون نفكر. خلينا نشوف، نشغل البرنامج مرة ثانية ونشوف. نفس الناتج أعطاني بالضبط، فمعناته ان طريقتي صح. ومدام هو ما طلب الاندكسات، بنمسح ذلين وبنمسح هاي، وفقط بنركز على الفاليو.